وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الأكاديمي والسياسي العراقي صباح الخزاعي. أهلا ومرحبا بك أستاذ صباح. بداية، رئاسة البرلمان توجه بالتحقيق بشأن قانونية حصول النصاب اللازم من عدمه لعقد جلسة اليوم الخاصة بقانون الانتخابات وإقرارها القانون بكل عيوبه، كيف تقرؤون ما يجري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي على كل حال هي الجلسة مشت وتم إقرار القانون، يعني نعم، يحقق ما يحقق هو القرار بيده، يعني هو يستطيع أن يتدخل ويوقف الشيء، ولكن الضغوطات التي يتعرض لها من قبل رؤساء الكتل البرلمانية بين قوسين أو الطائفية فكبيرة جدا، وبالتالي هو رجل لا يهمه، هو يهمه أن يأخذ راتبه في نهاية المطاف، ما يهمه هو أن يتقاسم الكعكة مع الآخرين، ما يهمه أن يستمر الحزب الإسلامي العراقي في هذه اللعبة الطائفية وراضي باستحقاقه، وما يهمه هو أن يرضي شركائه في العملية السياسية، غير ذلك حقيقة هو لا يعير أي اهتمام على الأطلاق. طيب، يعني عندما يصوت البرلمان على السماح بمشاركة 20% من حملة الشهادة الإعدادية، برأيكم لمصلحة من مرر هذا القانون؟ هذا لمصلحة العملية السياسية، هي لأن العملية السياسية لا تحتمل شهادات عالية، العملية السياسية تحتاج إلى أميين، إلى جماعة يعني لا يفقهوا في القراءة والكتابة، وهذا دليل واضح بأن العراق سوف يبقى معوقا، وسيبقى العراق الأمريكي الإيراني. إيران لا تريد، يعني شوف انت هسه البرلمانات في العالم وخصوصا في أوروبا أو في الدول التي تحترم نفسها، يعني لا يجرؤ أحد أن يرشح للانتخابات ما لم تكن له لديه على الأقل شهادة جامعية يعني أولية لكي يستطيع أن يفهم، يعني هذا الذي يستطيع أن يفهم يعني ويفك تلاصم السياسة، يعني 20% مستواهم إعدادية أو ما يعادلها، يا ريت الإعدادية العراقية، لا وإنما أو ما يعادلها، وأي ما أو ما يعادلها يعني معناته من الحوزات، ماكو من الحسينيات، مع احترامات للحسينيات، أو من قوم أو من غير مكان، مع احترامات، زين هذول إذا أجوي لا يستطيع أن يفك، هذا كيف يناقش الميزانية؟ وكيف يناقش السياسة الخارجية؟ وكيف يناقش القوانين الذي هو أساسا يعني لا يفقه لا يفهم؟ فأعتقد هو هذا مستوى العراق المحتل. في أي سياق يمكن أن تقرؤون رفع مادة الفساد في هذا التوقيت بالذات؟ يعني هم يعرفون هم الكل فاسدين، هي على فكرة هي ترى جرت أمور توافقية كالمعتاد، تمرير ملفي الموازنة والانتخابات وتعديلها مر بصفقة قذرة، مع احتراماتي للمشاهدين يعني أو المستمعين، مر بها والصفقات مستمرة، يعني هذا إلي وهذا إلك، هم الكل مشاركون بالفساد. ليش هو قانون العفو العام؟ يعني كلهم ينتظرون القانون العفو العام حتى يعفى عليهم، فهذه هي عبارة عن صفقات مستمرة، هو أساسا البرلمان فاسد، أساسا الحكومة فاسدة، أساسا كل شيء هو بالعراق المحتل فاسد. فلا تستغرب أخي، يعني أي شيء يمرر باسم الفساد، حتى هنالك تبريرات للفساد الفساد. لكن النائبة هدى سجاد قالت أنهم سيطعنون في قانونية الجلسة لدى المحكمة الاتحادية، وأنهم سيقدمون الحجج في هذا الأمر بعدم اكتمال النصاب، هل هذا ممكن؟ هل ستستجيب المحكمة الاتحادية لهم؟ هو هنا بيت القصيد، هم روحوا اشتكوا منا للصباح. المحكمة الاتحادية مسيسة، والمحكمة الاتحادية تمشي ضمن ضوابط أمريكية إيرانية، من الذي يمرر ومن الذي لا يمرر، يعني فكل شيء جائز عندما يكون القاضي مسيس. المحكمة الاتحادية هي صنيعة وهي أداة من أدوات الاحتلال والهيمنة، وبالتالي يعني هي فقط ضر الرمادي بالعيون، يعني هو ليس هنالك يعني قانون يمكن الاحتكام له، هو كل شيء يعني باطل، يعني هو 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 حتى الدستور مخروق نعم باستمرار.
يعني لا يستوي يعني. طيب الأمور أنا حقيقة لا أعول عليها. نعم، الأكاديمي والسياسي العراقي السيد صباح الخزاعي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.